انت اروع الناس. اللي حسيت بها هي واخا ما تنعرفهاش، انا ولدي ملي في الليل ملي تنغطيه لبسه ونغطيه ونشربه وتنعس مطمئن عليه تنقول مسكينه راه تتفكر ما عرفتهاش، ما تعرفش ولدها واش بخير ولا ماشي بخير، ولا عاد عائله مزيانه ولا ماشي مزيانه، تبقى في انا الحال. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مره اخرى. أول لقاء بين إيمان 26 سنة لعدد كبير من المغاربة كيتبعوا القصة ديالها بالسعدية، هي اللي الناس مشكورين تبعوا القصة ديالها، تواصلوا معها، حسوا بها وحسوا بأشني الرسالة اللي بغات توصل. مشاهدينا الكرام، تحليل في الموضوع قبل ما ندخل لحيتيات القضية وهذا اللقاء، هناك رسالة. العقليات تختلف، الوقت اللي كان ملف إيمان 26 سنة ماشي هو 2023، والخطوات اللي دارت الأخت السعدية بأنها تكمل الرسالة ديالها وتقلب على الأم البيولوجية ديال الإسلام. أول لقاء بيناتهم بجوج، إيمان عطتني عنوان، قالت لي أنا ما بغيتش إسلام يوقع لي كيما وقع لي، أنا أختو وغنلقاو الأم ديالو كيفاش، تبعوا معايا. تبارك الله، أنا قبلك جات من إيطاليا، اللقاء ديالك بها، كيف شفتي القصة ديالي؟ كيف شفت القصة ديال السعدية؟ أنها الحمد لله دارت واحد الخير اللي كبير بزاف، بأنها ربات إسلام اللي اعتبرته أنا الأخ ديالي الصغير، واللي أنا يا غادي نبقى ضامنة حتى النهار، لأن السعدية تعرف الأم ديال الإسلام البيولوجية. اللي كنقول لها من هنا كنقول لها شكرا، وشكرا بزاف لانها اعتبرته الابن ديالها بحال راه هي اللي الام ديالو البيولوجيه. والحمد لله الحاجه الوحيده اللي فرحت الاسلام بانهما واخا صغير بقات بشويه بشويه، انها واخا هو باقي صغير ما عارفش سميتو، المهم قالت له انني راه ماشي الام دي انا ماشي الام ديالك، مابقاتش غادي تبقى بشويه حتى يستوعب انه راه ماشي الام ديالو البيولوجيه، وبانها ما غطيحش في نفس الغلط اللي طحت فيه انايا. ماشي انه حتى يكبر اسلام عادي واللي 18 عام او لا اكثر من 18 عام حتى الله يحفظ انها توقع بحال الام ديالي الله يرحمها اللي تبناتني الله يرحمها، تقربت تموت بثلاث ايام عاد انني عرفت راسي مده ديال 26 عام، عاد عرفت راسي انني غير متبنيه ماشي الام ديال ماشي هي الام ديالي الحقيقيه. من تما حياتي تقلبات، كنقول كيفاش انا عمرني ما حسيت، كيفاش انني عمرني ما فكرت انني تكون ماشي هي الام ديالي البيولوجيه. وهادشي اللي كنقول لها السعديه شكرا، حيت قالت الاسلام ومسكينه وانا كنقلب على الام ديالي، وهي السعديه كتقلب على الام البيولوجيه ديال الاسلام، اللي كنقول لها شكرا وشكرا بزاف. ومن هنا كنقول للمغاربه كيف ما ساعدوني انايا حتى عرفت الحقيقه وحتى وصلت للحقيقه انني عرفت الام ديالي البيولوجيه في كاينه والحمد لله انها عايشه وسميتو، حتى هي كنتمنى من المغاربه كما قلت لك كما وقفوا معايا يوقفوا معاها كيف ما يوقفوا معاها حتى يوصلوا الصوت ديالها ويوصلوا الفيديوهات ديالها باش انها تعرف الام الحقيقيه ديال الاسلام. نعم، هي ما الفيديو ديالك انت او القصه ديالك اذا صح التعبير خذاته كقدوه، عطيتيها الشحنه باش انه تكمل المسار الدنيا هذه فايته، تتقول نعرف الام البيولوجيه، وفي نفس الوقت الا جيت نحلل معاك انت كتقولي انا بالنسبه لي هي قدوه في خطوه دارت عجزوا امهات تخلوا على ولادهم انهم يديروها، يعني انت قدوه وهي قدوه، والهدف الاسمى في الموضوع هو الافاده للناس اللي الخطا وقع ولكن طريقه معالجه الخطا باش ما نمسوش الدين، وكل واحد يعرف الولد يعرف اخته والبنت تعرف خوها. كيف ما انا الحاجه الوحيده اللي باغي نعرف انني نعرف شكون هما الاخوه ديالي،
كيف ما انا هذا الغلط قلت لك اللي ما بغيتش نوقع فيه انا، حتى اسلام حتى هو ما يوقعش فيه. واخا اسلام باقي دري صغير يلاه عنده قرب على 8 سنين، انه كنتمنى وكنقولها له من هنا عافاك الا كنتي كتشوفي فينا وعارفه فين انت، الا كنتي انت او لا شي حد اخر اللي فين حط اسلام وفين خلى اسلام عافاك يتصل بها ويقول لها فين كاين الام ديالو او الام ديالو البيولوجيه، انها تتصل بالسعديه وتقول لها انا هي الام البيولوجيه. حتى هي مسكينه ما طالبت حتى شي حاجه، ما باغات حتى شي حاجه السعديه، هي مسكينه هي اللي كتقول لك عافاك اجي وانايا كنرحب بك وانايا قلبي مفتوح لك انك تعالي وقلبي على ولدك وها ولدك فين كاين واجي شوفيه، ويلا بغى وبغى دير معاك بزاف د الحوايج غير انك تعرفي على الابن ديالك حتى هو يتعرف على الام البيولوجيه ديالو. شكرا لك وكنشكرك على الدعم اللي كتساعدي به كما ساعدتي فاطمه تلقات بناتها، يعني كان داكشي كله بالصدفه، وساعدتي فاتحه والان كتساعدي السعديه. مشاهدينا الكرام نتنوي الراي العام اكثر في الموضوع فيما يخص الناس احتراما لهم بشكل كبير اللي ما شافوش فيديو ديال السعديه اللي عاشت في قلعة السراغنة، كتب لها رب العالمين مع الإخوة ديالها أنه 17 سنة وهي في إيطاليا دارت عدد كبير من العمليات ما توفقاتش لا هي لا الزوج، ما كتبش لها ربي الولاد، قالت لي ما لا أنني نتبنى شي وليد وندي أجري مع ربي. في سنة 2015 لقات واحد الوليد في الجمعية اللي خداته بالتبني، كيقرا مزيان، عنده دابا 7 سنين ونص بالضبط، عنده جنسية إيطالية، ضابطة الأمور. ولكن السؤال المطروح اللي تطرح عندها وعند الزوج، يخافون الله، لماذا لم نساهم في البحث عن الأم الأصلية؟ وهذا شيء رائع بشكل كبير. مشاهدينا الكرام ناقشت الموضوع في الفيديو السابق، كان سؤال مهم طرحته معها، انك ربيتي الكبدة عليه ولفتيه لا انت لا الزوج، ولكن اعطتني جواب اقوى بكثير من السؤال. قالت لي انا نعم ولفته، هو ولدي هو عيني، مواصفات اي ام كتعرفها على الابناء. قلت لها ولكن رب العالمين فوق كل شيء، الهدف ديالي انني نلقى الام ديالو ونساعدها، وتقدر تمشي لايطاليا وتكبر الوليد ديالها، وهذا ان دل على شيء انما يدل على النبل والاخلاق ديال السعديه. وضعنا رقم الهاتف ديالها مره اخرى، النداء للمغاربه، قلعه السراغنه، النواحي، كل من ساهم او عنده شي رساله من شي انسانه فيت من عطت هذا السر انه فقدات او تخلات اذا صح التعبير بين قوسين على الابن ديالها في شهر 8/18/2015 في العنوان اللي غتعاود تعطينا، يساعدنا انه الام تشوف الابن ديالها بطبيعه الحال. ايمان معك، خديتي قدوه الايمان، جيتي من ايطاليا، دوزنا معك الفيديو، تفاعلوا معك الناس، كيفاش دازت الامور، التواصل ديالك مع الناس اولا؟ الحمد لله اتصلوا بيا الناس من برا ومن المغرب وساندوني، لحد الان مازال ما وصلتش النتيجه ديال الام، ولكن كاع اللي عنده شي حاجه ساندني بها الحمد لله، تنشكرهم ومازال يزيدوا، تنطلب منهم يساندوني مازال. هادشي القصه ديال ايمان عشتيها، كنتي انت كتفكري ولكن ملي عشتي القصه قلتي غنمشي للمغرب غادي نقلب انا على الام البيولوجيه ديال هذا الوليد، واخا الحمد لله وفرتي ليه كل شيء، كيقرا مزيان، عنده باسبور احمر بالدارجه المغربيه، عنده الجنسيه، ضابط الامور، عنده كل شيء، مساندين الدوله الحمد لله، خدامين، عندنا كاع الحقوق كاملين الحمد لله، ما خصنا حتى شي حاجه، غير بغيت الوليد حتى هو يكون بالام ديالو البيولوجيه، وهي بغيتها ما تبقاش تفكر تقول فين واش ميت ولا حي ولا فين هو، بغيتها هذيك الساعه كان عندها وقت، ربما ما فكرتش مزيان، وربما تقدر دابا دير عقلها ولا تكون سوات الوضعيه ديالتها. المهم بعدا اللي نقول لها ولدك ها هو كاين ومرحبا بك انت، ولدك راه ديالك، ما يحيدوا لك حتى شي واحد، هو بيني وبينك، ولو من بعد 18 عام لا هو بغاني ننتزع عليه بالوراق راه ننتزع عليه بالوراق، واي مساعده دابا نقدر عليها باش يساعدها ولدها راه نساعدها. مثلا تجي لبرا يقدر هو دابا يديها لبرا، يكون يعني يكون الامكانيات باش يديها قانونيا راه نساعدها، يعني ما نخلي عليها حتى حاجه. دابا شفتي اش قلتي لي؟ قلتي لي ثلاثه العوامل، العامل الاول انك ضربتي عليه تماره وكبرتي وصوبتي عليه كلشي، العامل الثاني
انك كتخممي لي عيش مزيان والحمد لله توفر لك شي. العامل الثالث كتخممي حتى الام كتقول مسكينه كتقول دابا فينا ولدي. انت اروع الناس. هي واخا ما تنعرفهاش انا ولدي ملي في الليل ملي تنغطيه لبسو ونغطيه ونشربو وتنعس مطمئن عليه تنقول مسكينه راه تتفكر ما عرفتهاش هي ما تعرفش ولدها واش بخير ولا ماشي بخير ولا عاد عائله مزيانه ولا ماشي مزيانه تبقى فيا انا الحال. انا تنبكي ليها هي ملي تنشوف انا تنطمئن عليه ولكن تنقول هي ما حاش مطمئن عليه. شوف دابا هي تقول ولدها واش حي ولا ميت ولا واش بخير ماشي بخير ولا عند ناس طيبين ولا خايبين ولا شنو. انا كيف انا مطمئن عليه بغيتها هي تطمئن عليه هذا هو ما بغيت منها والو. بغيتها غير تبان وتحضن ولدها ويحضنها ونحيد عليا التقليد وما نطيحش في الموضوع اللي طحت فيه ايمان اللي خلات السيده تا بغات تموت في 3 ايام وقالتها ليها. لا انا بغيت هادشي نديرو في الاول ونحيد عليا التقليد لان هاد الاجر دايره لله. نهار الاول انا راجلي درنا هاد الاجر لله ما بغينا من هاد الولد والو. حنا اللي نعطيوه ماشي هو اللي تنتظرو يعطينا واخا يكبر ما بغينا منه والو. حنا الحمد لله عايشين بخدمتنا بخير وعلى خير في هذيك البلاد وفي هاد البلاد الحمد لله ميسورين. بغيت غير درت الاجر بغيت نكمله نحيد عليا التقليد باش لما تنمت نموت هانيه. هذا هو اللي كان. انا كنفتخر بيك والمغاربه كيفتخروا بيك والله سبحانه وتعالى عطاك واحد الحنان وعطاك واحد الطيبوبه. مشاهدينا الكرام هذه هي صراحه مواصفات المراه المغربيه من جميع الجوانب. خدات هذا الوليد ربي ما كتبش لها الوليدات وطبقت معنا القران الكريم ان نرزقكم واياهم. يعني الرزق اللي كيتعطى للوالدين عن طريق الابناء هما الاساس. مشاهدينا الكرام السعديه لها مواصفات خاصه تختلف بها عن الغير. كبلت هاد الوليد وكما حللت معاه في الموضوع كتناقشوا من جميع الجوانب كتفكر ليه يعيش مزيان كتوفر ليه وكتفكر الام وفي لحظات هي كتحكي على معاناه ديك الام اللي كتخيلها و اغرورقت عيناها بالدموع وتدرف الدموع كذلك. مشاهدينا الكرام يعجز اللسان على الوصف لهذه السيده ودورنا هو ان نساهم بشكل جماعي من اجل الوصول للمبتغى اللي هو فينايا الام ديال الاسلام. غادي نعاود نعطيها تعطيني لادريس بالضبط فين تلقى في هذه المعلومات اللي كل من ساهم ارجوكم ساعدونا نوصلوا للام ديال هذا الوليد. ذكري معايا 18/8/2015 فاش تحط الوليد فين؟ اسمح لي قبل ما نقول لك على هاد على العناوين تنشكر خوتي اللي ساندوني الحمد لله وحطوا لنا واحد الطريق ومشينا فيها ديال الاحسان. وكل مره تيفكروا دي تيقول لي السعديه عندك تنسي ما توريش ما تقلبش على الام ديال الوليد راه ما ينفع والو راه اليوم الدنيا وغدا اخره. تنشكرهم بزاف على راسهم السي محمد طاهر والسي احمد ويوسف وتنشكر الزوجات ديالهم وخواتاتي اللي تعاونوا معايا بحكم انا خدامه انا والراجل تعاونوا معايا في الاسلام تنشكرهم بزاف. من بعد الشكر لله ومن بعد الله كاين الوالدين وخوتي اللي اختاروا لنا هذا المسار ديال الاحسان. وقلبي يكون هشيش على خوتنا المسلمين وعلى على الانسان في العالم كامل. الحمد لله تنشكرهم بزاف لانهم اللي سرحوا لنا هاد الطريق وهما اللي خطوا لنا هذا المسار. والعنوان العنوان ديال الوليد فين تلاح ورا الثانوية ديال المغرب العربي حدا سوق الاثنين وحدا التكوين المهني والطريق ديال المحطة الطرقية ديال قلعة سراغنة ويعني وجمعهم بلوك النخلة واحد بلوك النخلة واحد اللي تلاح نهار 15 اللي تلاح نهار 18 في شهر 8/2015. من بعد كانت عنده يومين على حسب المعاينة اللي قالوا الشرطة القضائية ولا الشرطة العلمية اللي ليح الأم ديالو بلا حتى شي حاجة غير في مني ديال صفر وعند الحبل السري ديالو باقي جديد. يعني ما عندوش شي توحيمه هو ولا لا؟ لا تنقلبتو ملي بحرا كي سميتو ما عنده بحرا دابا بدات يبانو شي خالات وسميتو ما عنده حتى شي حاجه. اللي عنده هو يكون عاقله عليه هو الحجبان ديالو كحلين بزاف وعراض وشعره تبارك الله كحل وقوي بزاف. هذا هو اللي تقدر هي
تبقى عاقله عليه، راه عنده الشعر كحل والحجبان ديالو كحلين. الله يوفقك يا ربي، وحنا معاك ايمان. هاد النوبل ديال هاد السيده هادي، مختصر باش نختم بفضلك. انا بغيت نقول لام اسلام البيولوجيه عافاك، الا كنتي كتشوفي وكتشوفي هذا الفيديو، لا انتي لا شي واحد من عائلتك او لا شي واحد مقرب لك ومعوده عليه القصه من الاول، عافاك. هي ما طالبت شي حاجه، انا كنقولها وكنعاود نقولها لك، هاد السعديه ما طالبت شي حاجه، باغا تعرف غير الحقيقه وباغا غير توصل الاسلام الام ديالو. غادي تطلب هي؟ راه بغات نقدها والدري عنده باسبور احمر، وهي الا عندها شي وضع هي قالت لك غنهزها هي والدري ونديهم جوج الله يسر ليهم. اش غتطلب مسكينه هذه؟ هذه ما خلتنا ما نقولوا حنا، الله يستر في الدنيا وفي الاخره هي لخوتها. هي كتطلب الحاجه الوحيده، كتطلب غير الام اسلام انها تجي تتعرف على ولدها، هذا الشيء اللي سمعت. انت غادي تقلبي معاها ان شاء الله. مرحبا، على راسي وعيني. وهذا دليل على الصدق ديالك كما عشتي مع ناس اخرين في الملف ديالك انت. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا هذه هي القصه الختم، ارجوكم النداء الله يرحم لكم الوالدين، باب الواسع، كل من ساهم في الموضوع من اجل اننا نبحثوا على الام الاصليه ديال الاسلام اللي تلقى 18/8/2015 العنوان عطاته لكم في الفيديو، سمعتوه الناس ديال قلعة السراغنة المغاربة اللي كل من ساهم نبارطاجيو باش تعم الفائدة، نوصلوا للهدف. يا ربي هاد السيدة تخاف أنه الولد يكبر ويقول لها علاش ما قلتيش ليا، رغم أنه هي قالتها ليه وهو في 7 سنين ونص، ولكن كتحاول أنه تلم الشمل. أنا صراحة هاد الخطوات حتى الناس اللي رباو وتكرفصوا على الوليدات وربوا عليهم كذا تنقدروهم بشكل كبير، وهاد السيدة تختلف بمنطق آخر، قالت لك أنا درت اللي عليا والكمال على رب العالمين، لما لا أننا نشوف هاد الأم وهي الأم ديالو اللي ولداته وأنا مربياه، وهذا من أروع الأشياء. مشاهدينا الكرام، غنوضع رقم الهاتف ديالها ونحن دائما على تتبع قصة السعدية، وسوف نوافيكم دائما بالجديد فيما يخص قضية إسلام. يا ربي القول أم البيولوجية ديالو، بجود الله عز وجل والدعم للمغاربة وإيمان. مشاهدينا الكرام، حتى لا ننسى عما قريب نتمنى اللقاء الشيق والمؤثر بين إيمان 26 سنة وفاتحة الأم البيولوجية. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.